مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري. أهلا بك دكتور. أفندم وبالسادة المشاهدين. إذا دكتور، يعني لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة. برأيك كيف يتواكب هذا القرار مع التحديات العالمية الاقتصادية الحالية؟ ما فهم القرار ده بيثبت قد ايه الدولة المصرية منتبهة لكل المتغيرات الاقتصادية اللي بتحصل عالميا واللي بتحصل داخليا في السوق المصري. يعني يمكن يكون بس بعض السادة المشاهدين الرؤية مش واضحة بالنسبة لهم، فاسمحي لي حضرتك ان انا اوضح لهم. اتفضل يا فندم. يا ريت. من البداية كده، احنا عندنا مصطلح اسمه مصطلح التضخم. مصطلح التضخم ده معناه ان القيمة الشرائية للجنيه بتقل. يعني كان الجنيه ده بيجيب لي منتج، النهارده هيجيب لي نص المنتج ده او ثلاث ارباع المنتج ده. طب ده بيحصل ليه؟ بيحصل على مستوى العالم لما يكون في طلب على المنتجات اقل من المعروض منها. خلينا نرجع كده لبدايه كورونا، لبدايه انتشار وباء كورونا. كل دول العالم بما فيها الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا اتخذوا اجراءات للحظر الكلي، منعوا المواطنين من الحركه، وبالتالي العمليه الانتاجيه عندهم توقفت تماما. وده انعكس على اقتصادهم، ان الاقتصاد الامريكي كان عنده انكماش بنسبه -8%، الاقتصاد البريطاني كان عنده انكماش بنسبه -10%. فالنهارده بعد ما انحصر الوباء وعادت للسوق قوى الطلب الحقيقيه، يعني لما رجع المستهلكين يطلبوا منتجات بالكميات الطبيعيه اللي هم بيستهلكوها، مش موجود في السوق، مش معروض حجم منتجات يكفي الطلب ده. فبالتالي بقت المنتجات بتتباع لاعلى سعر، وهو ده اللي اسمه التضخم. نعم. ده معنى لفظ التضخم. طيب المفروض ان يحصل تضخم عالمي نتيجة التوقف عن الانتاج. اه طبعا، وده كل المؤسسات الدولية رصداه. ولكن احنا عندنا في مصر الوضع كان مختلف، لان مصر ما كانش عندها حظر كلي. مصر كان عندها حظر انتقائي للفئات الاكثر تعرضا لخطورة الوباء ده. صحيح. فاحنا كانت العملية الانتاجية عندنا مستمرة، يعني اللي كان متوقف كانوا كبار السن او اصحاب الامراض المزمنة، الا ان مصر ما اتقفلش فيها مصنع واحد. وده اللي كان نافعنا طول فترة الوباء، ان كان السوق المصري متوافر فيه كل المنتجات، ما كانش عندنا أزمة، عدم الإغلاق الكلي يعني. فالنتائج الطبيعية بتقول اه العالم كله هيحصل عنده تضخم، العالم كله هيحصل عنده زيادة في الأسعار، مصر هتتأثر بالزيادة دي بسبب ان احنا بنستورد جزء كبير من المنتجات اللي احنا بنستهلكها، بنستورد ب 50 مليار دولار أمريكي في السنة. فطبيعي ان احنا يحصل لنا زيادة في الأسعار. ولكن اللي حصل في مصر هو يعني حرب شائعات خطيره جدا. المفروض ان الزياده اللي تحصل لنا تكون اقل من باقي الدول العالم. ليه؟ لان احنا في وقت كورونا 2020 مصر كان عندها معدل نمو ايجابي 2.5%، 2021 مصر كان عندها معدل ايجابي 3.5%. يعني امريكا عندها انكماش -8%، مصر عندها 2.5% ناتج ايجابي. فمش الطبيعي ان احنا دلوقتي لو حصل في امريكا تضخم يحصل في مصر بنفس النسبه. طب امال ايه الوضع النهارده؟ ليه فجأة الدولار النهارده بقى ب 18 جنيه؟ أنا النهارده بقى لنا شهر أو أكتر من شهر في شائعات، الأول اللي بدأت تنتشر للمصريين العاملين في الخارج إن الدولار سعره هيزيد، الحكومة هتعوم الجنيه، هيبقى ب 20 جنيه. والشائعات دي كان هدفها إن المصريين في الخارج ما يحولوش فلوسهم، ما يحولوش الدولار لجنيه، إن هم يبدأوا يكتنزوا الدولار ما يدخلوهوش جوه مصر. سرعان ما انتشرت الشائعات دي في المجتمع المصري، اتنقلت من بره مصر لجوه مصر. رجعنا تاني لان في مواطنين بداوا يعملوا مضاربات على الدولار ظنا منهم ان هم كده بيحققوا مكسب، فبدات الناس تعمل سوق سودا جديده، كل واحد بدا يقول ايه، انا هحوش الجنيه اللي معايا اشتري بيه دولار عشان لما يغلب ابيعه واكسب. فنتيجه الشائعات دي فعلا المواطنين في خلال الشهر اللي فات بداوا يتكدسوا ويتزحموا على تكنيز الدولار، فده خلق تاني سوق سودا اللي احنا كنا بنعاني منها زمان. وده اللي تسبب النهارده المضاربه فيه، ان تزيد الدولار قيمته قدام الجنيه 20%. انا ما عنديش اي وضع اقتصادي او اي خساره في الاقتصاد المصري تقول ان الجنيه هبط 20% النهارده في خلال يوم واحد. بالعكس، ده احنا يعني هي دي الاسباب يا دكتور إيجابية. يعني هل ترى ان هذه هي الاسباب؟ اللي بيحصل ان الشائعات دي اثرت في نفوس الناس للاسف، فخلت الناس تتكالب على اكتناز الدولار في خلال شهر، فده خلى المعروض من الدولار يقل، فخلانا نرجع تاني لفكره المضاربه. فاحنا للاسف واحنا بنتناقل الاخبار الخاصه بالدولار احنا بنأذي نفسنا.
يعني واحنا بنتناقل الشائعات، يمكن تكوني حضرتك سمعتي من صديق ليكي او صديقه خلال الشهر اللي فات زي ما انا سمعت نفس الاشاعه. فكانت الحكومه النهارده على وعي كبير جدا ان هي تواجه خطر الشائعات دي، الشائعات دي بتدمر في الاقتصاد القومي. وكانت خطوه جريئه جدا من البنك المركزي انه يعلن عن شهاده بنكيه بفائده 18% لمواجهه يعني هذه الشائعات. المواطن المحترم اللي عايز يكسب بدل ما تروح تضرب في الدولار عشان انت عايز تكسب، الدوله فاتحه لك قناه شرعيه، تعالى اتفضل حط الجنيه المصري اللي معاك بدل ما تغيره الدولار عشان تكسب، تعالى غيره لشهاده وهتاخد 18% وفائده قانونيه. لان انت لو اشتغلت في المضاربه اللي في السوق السوداء دي، ده عمل غير قانوني، ده بيعرضك للمساءله الجنائيه، ده انت مش عارف التقلبات اللي هتحصل في سعر الدولار. الدولار فورا في خلال الشهر ده لما المضاربات عليها هتبدا تقل هيبدا يرجع لسعره الطبيعي، فاللي كان بيكتنزه هيبدا يخسر. فليه تخسر وليه تعرض نفسك لمساءله قانونيه لما في قناه شرعيه مفتوحه ليك استثمر في شهادات الادخار؟ صحيح. الدوله فتحت قناه كبيره جدا، وده بيدل بالنسبه لي ان الدوله موجوده معانا، ان الدوله حاسه بينا، شايفه ايه اللي بيحصل في السوق، رصد الشائعات، رصد التطور اللي بيحصل في المجتمع حتى لو كان تطور سلبي. نعم. دي حاجه مهمه جدا. نعم. البنك المركزي يا دكتور يعني قال او ذكر انه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تنفيذ كل الأهداف المرجوة منه أو معظمها على الأقل، وكيف استطاعت مصر في أثناء الجائحة زي ما حضرتك برضو ذكرت من عدم الإغلاق واستمرار الحياة على وتيرتها الطبيعية إن إحنا نحافظ على مقدرات الاقتصاد المصري. يعني قرارات اليوم هل من شأنها بالفعل إنها هي يعني تحدث يعني حالة من الارتياح بشكل عام بين جموع المواطنين وفي الحالة الاقتصادية المصرية في الفترة القادمة في ظل هذه الحالة العالمية؟ شوفي حضرتك، في البداية ساعات أنا بقيت بحس مع بعض المواطنين إن هم عندهم غموض للفظ الإصلاح الاقتصادي، يعني هم مش فاهمين ده. أنا بحب برضه أوضح من خلال حضرتك فكرة الإصلاح بشكل مبسط يا دكتور. نعم يا فندم، إحنا كان عندنا إهدار لموازنة الدولة، يعني الدولة كانت بتدعم البنزين وبتدعم السولار وبتدعم العيش وبتدعم السلع التموينية، ولكن للأسف الدعم ده كان بيهدر، كان بيروح لناس غير مستحقينه، لأن القواعد البيانات بتاعة الدولة ما كانتش محدثة وما كانتش مترابطة، فوزارة التموين ما كانتش عارفة مين تحت خط الفقر، مين فوق خط الفقر، إلى أن تولى فخامة الرئيس قيادة مصر. هنا سعادته قرر إنه يعمل قاعدة بيانات للمصريين ونبدأ نربط ما بين الوزارات كلها عشان نقدر نقدر فعلا هل المواطن ده من مستحق الدعم ولا لأ. هي دي كانت الإصلاح الاقتصادي، هي دي معنى الإصلاح الاقتصادي، إن احنا مش هنهدر موارد الدولة أو أموال الميزانية في إن احنا نسربها كده دعم منتشر في كل الطرق، لا احنا قلنا هنبدأ نقنن هذا الدعم. مثلا مش هندعم دلوقتي المحروقات بشكل مباشر، الا اننا هنعمل مظلات للحمايه الاجتماعيه نبدا نقدم بيها دعم نقدي مباشر لمستحقيه، زي حياه كريمه وزي كل المبادرات اللي عملتها الدوله. فاذا وقت ما الدوله قررت انها تمنع تسرب اموالها الى غير المستحقين، كانت بالايد الثانيه بتمد ايديها عشان تدرس الحالات وتشوف مين فعلا المستحق للدعم ده وتبدا توجه له مظلات الحمايه الاجتماعيه. نعم. وده نفس الاجراء اللي الدوله النهارده بتعمله لما قررت انها تزود المعاشات 13% وتزود المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه 8% وتزود الغير مخاطبين بالخدمه المدنيه 15%. محتاجين نشرح ايضا يا دكتور، يعني اذا تكرمت الجوة. نحن في حاجه ايضا الى شرح هذه الحزمه من القرارات، كل قرار على حده بشكل مبسط وسريع. بشكل مبسط وسريع، اللي هيروح المواطن اللي بيقبض المعاش بداية من 1 ابريل لما يجي يستلم المعاش بتاعه هيلاقي عليه زيادة 13%. ال 13% دي كافية انه يقدر يجابه زيادة الأسعار في السوق، يعني حتى هذه اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها معدل التضخم في مصر 8%، معدل زيادة الأسعار في مصر 8%، فأنا لما أدي للمواطن زيادة 13% يعني هو كمان معاه 5% زيادة فوق زيادة السعر اللي هتحصل في السوق. فبالتالي المواطن مش هيحس بتضرر من زيادة الأسعار. نعم
نفس اللي بيحصل مع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ابتداء من 1 ابريل هيلاقي نازل له زيادة على مرتبه والمعاشات وخلافه. يا دكتور عايزين نمر على القرارات كلها. تمام يا فندم مع حضرتك. نعم يا فندم اتفضل. يعني وباقي قرارات، باقي حزمة القرارات وباقي حزمة القرارات. فالنهاردة العامل المخاطب بالخدمة المدنية يتلقى 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه. العامل الغير مخاطب بقانون الخدمة المدنية هيتلقى 15% زيادة اعتبارا برضو من 1 ابريل بحد أدنى 100 جنيه. وهيكون في زيادة للحافز الإضافي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية طبعا باختلاف الدرجات بتاعتهم، 175 جنيه للدرجة السادسة و225 جنيه للدرجة الثالثة و275 جنيه للدرجة الثانية و325 جنيه للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة. دي كلها زيادات هتنزل ابتداء من 1 ابريل. نعم. من 1 ابريل يعني خلال 10 ايام من النهاردة المواطن هيلاقي عنده دخل زيادة يخليه يقدر ما يحسش بزيادة الأسعار اللي حصلت في السوق. على نفس المنوال ايضا حد الاعفاء الضريبي يا دكتور، يعني ايضا نود ان نمر على الاعفاءات الضريبية. حد الاعفاء الضريبي بنسبه 5 ضريبي بنسبه 25%. طيب احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء دكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان.